يلا جومان نحن شنط اذا ما بعت التيكت تخسر اللي هو على الارجح حيصير. هاي جايز هلو هاي كيفكم ماشي الحال؟ عامل مسرحية أنا و I have the final two tickets عم بيعون يعني مسرحية كتير حلوة عم تنعرض بالLAU هون عنوانا لماذا الفصل مقلعت؟ It's a really nice show عاملها أنا و 10,000 نيناتهم بتحكي عن جد عن مشاكل إذا حدا بتعرفوا حدا يمكن حدا بيحب يحضر ما هلا إلا ما بتلاقي يعني أحسن ما أنا أعودك Thank you طيب guys thank you طلع بالكاميرا وقول إنك خسرت مرحبا كيفك استاذ صباح نحن هون عاملين مشروع شو اسمه ثقافه جديد هون ببيروت نحن عامل مسرح هون وهذا كله هون رح يصير مسرحيه وجمعه الجاي كل يوم عرضين الساعه 6 وساعه 8 عاملين مسرحيه جديده تاريخيه جديده من نوعها تاريخيه ملحميه ملحميه كوميديه رائعه المسرحيه كل شيء بالايه يعني كل شيء بالايه يعني تحب المسرح حضرتك ما كثير يعني بس المسرحيه رح تحبك عنوانها اسم المسرحيه تباً كرتني ولم أدري تباً كرتني ولم أدري شيء كثير جديد بيضحك على خير يعني شو هالاسم يعني ما هي مسرحية كثير غريبة هول اثنين تيكت سنيتهم 10,000 هي أصلاً حق الوحدة 20,000 بقى إذا بتشتري وتشجعني هول آخر اثنين تيكت مع اليوم في البيت أنا أي في عرض على الساعة 6 عرض على الساعة 8 وعندك شانس أكيد عاملين أوفر هلا بتربح آيباد تنبلة تنبلة ما بدك؟ لا لا ما تباً كرتني ولم أدري تباً كرتني ولم أدري معقول هالاسم؟ يلا يلا جو 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 بونجور صباح حضرتكم بتحضروا مسرح؟ اكيد انتم صغار حاضرين مسرح اطفال وقصص صح؟ طيب انا عم بعمل مسرحيه للاطفال جديده اوكي؟ وعم ببيع التيكتس بعد في عندي اثنين تيكتس وعم ببرم انا لانه عم بعمل نوع من حمله توعيه عم ببيع التيكت ب 5,000 هن تو تيكتس ب 10,000 المسرحية اسم المسرحية هيدا بينوكيو الكذاب ها؟ وين وين المسرحية بالحمرة على المسرح اسم المسرحية هيدا بينوكيو الكذاب إذا بشوفه بدي ركبه على منخاري أوكي؟ هي عم بلعب على الريفرس سايكولوجي لفرج العالم كيف ما لازم يحضر يعني هي مسرحية للأطفال ممنوع يحضروا الأطفال سو إذا بهمكن أوكي؟ ما بصدق لا 10,000 لا 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 مو وين ثانك يو انتوا بتحضروا مسرح بالعاده صح؟ لا اوكي لا. هي ابتداء من جمعه الجاي نهار الجمعه لا. كل جمعه سبت احد لا لا مو وين لا بتتلفنوا على رقم التليفون وبتحجزوا النهار اللي بدكم اياه ما بصدق ثانك يو ميرسي كثير ما بصدق ثانك يو بدك تبيع التيكتس يلا يا فؤاد بونجور كيفكم؟ صفا فاينل 2 تيكتس لمسرحية كتير حلوة ايه التيكت عم بيعها ب 5,000 هي اجمالا ب 10 دولار عم بيعها ب 5,000 إذا ممكن تحضروها كتير كتير حلوة المسرحية كتير قليل اسمها بالنحو مسرحية نتفت كتي في الظلام هي اسمها بتحكي عن موضوع كتير هو سكشوال يعني هي بتحكي عن معاناة مرأة كتير بتستحي بشكلها وكيف دايما بالعتمة بتعمل هي يعني الابيلاسيون فإذا بهمكم تشتروها 10,000 تو تيكت يعني تيكت بخمسة تيكت واحدة بخمسة أنا ما في ليه؟ أنا ليه ما في تيكتهم بالظلام لحالهم مدام أو تعطوا تهدون لحال عن جد مسرحية كتير حلوة يمكن أنتوا دقسكم شو على وين نظفتوا غطي في الظلام بس عن جد it's very very يعني عم نعرضها هون بال خلص بعد خسرت خلص أكيدين؟ خلص كتير حلوة المسرحية Thank you guys. قول انك خسران. قول انك خسرت. طوني انقرض ولم يدري. فؤاد نتف قطته في الظلام. اما شانت فقد درت فسطا مقلعة. ومرة ثانية ما في الا المتر زمط. والتعادل بالخسارة سيد الموقف.